فيتامين سي فيتامين محفز للكولاجين بالبشرة، وهو من فيتامينات نضارة البشرة. أين يوجد هذا الفيتامين؟ وكيف أستطيع أخذه بدون أن يتعارض مع الفيتامينات الأخرى؟ Let's go! يسعد أوقاتكم أحلى عائلة أناقة أنثى عم نكفي ضمن سلسلة فيتامينات نضارة البشرة، واليوم فيتامين سي. أول شيء إذا أخذنا الفيتامين منتج اللي هو الأقراص أو الحبوب، كيف نحن منقدر مناخدها؟ يؤخذ على معدة فاضية قبل الأكل بساعة أو ساعتين، وإذا كان بعد الوجبة بأربع ساعات. لكن هنا يوجد شرط هام جدا، أن يشرب كأس ماء أيضا بعد أخذ كأس فيتامين سي حتى نحصل على الامتصاص بشكل سريع. إذا كنا نتناول فيتامين سي ولدينا أيضا الحديد، يفضل أخذ فيتامين سي مع الحديد حتى يضمن أيضا امتصاص أسرع للحديد. مصادر فيتامين سي من الطبيعة: الحمضيات بأنواعها، الفواكه والخضار تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي. أخذ كوب من عصير الفواكه الفريش يضمن امتصاص فيتامين سي في أجسامنا، لكن هنا شروط. عند أخذ فيتامين سي عصير يفضل عدم تعريضه للشمس أو للحرارة، لأنه يسبب بتفكيكه. ما عاد نحن بناخذ فيتامين سي أبداً. فوائد فيتامين سي للبشرة كتير كبيرة. أول شيء نحن قلنا أنه بحفز تصنيع الكولاجين، بيزيل التصبغات، وأنا دائماً بقولكم استخدموا فيتامين سي. لكن شو كمان؟ أيضاً استخدموا تقشير الفواكه، لأنه تقشير جيد للبشرة. تعرفنا على المصادر الطبيعية لفيتامين سي، بنصحكم أنه تكون ضمن وجباتنا اليومية خضار وفواكه، لأنه بتضمن كتير منافع للبشرة وللجسم أيضاً. النقطة الأخيرة، إذا كنتوا حابين نعرف كيف بنستخدم سيروم فيتامين سي على البشرة، اكتبوا لي بالتعليقات حتى نشرح فيديو كامل عن سيروم فيتامين سي. أصدقائي الغوالي اللي عم بيتابعنا أول مرة، معكم لبينا الحي حاصلة الدكتورة بالكيمياء التحليلية خبيرة التغذية العلاجية وبلوجة الشيخوخة وجمال السيدة بعد الأربعين. كنا معكم بسلسلة فيتامينات نضارة البشرة. دائما بخبركم انه فيتامين سي استخدموه من التقشير الطبيعي من الفواكه، وبشكل يومي بيعطي للبشرة جمال وتألق. كومنت اذا حبيتوا الموضوع، لايك وشير، واللي ما اشترك بعائلتنا يشترك، وتكبر عائلة أناقة أنثى بمحبتكم محبتي.